اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده عندنا احتفاليه مميزه وحلقه خاصه عن فوز الاهلي وتتويجه بالبطوله 12 في تاريخه بطوله دوري ابطال افريقيا. برحب بضيفي اللي مشرفنا النهارده وده واحد ايضا من اللي حصلوا على بطوله دوري ابطال افريقيا، كابتن امير عبد الحميد. منورنا كابتن امير. حبيبي يا كابتن اسامه، وحشني جدا. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك ليك ومبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره واللعيبه والجهاز الفني، كل الناس، كل من ينتمي للنادي الاهلي بقول له الف مبروك. بطوله غاليه وقويه وطبعا يعني محببه للنادي الاهلي. يعني ايه رايك في الكاس الحلو ده؟ خد بالك الكاس ده لو تفتكر احنا اول جيل خدنا النسخه دي، النسخه شكلها بعد تعديلها. فاكر الثانيه اللي كانت مدوره دي؟ كبيره، كانت مطبقه سنه كده، بس مش مهم الكاس عامل ازاي، المهم يعني بتبقى بطوله تضاف في دولاب النادي الاهلي. دي حاجه قويه جدا. وبشكر اللعيبه بصراحه، تعبوا جدا جدا، والجهاز الفني والمسانده من مجلس الاداره طبعا، كابتن خطيب يعني بصراحه مميز في الحاجات دي جدا. لو تفتكر يا اسامه واحنا بنلعب ما كانش بيظهر في اي فرح، كان بيظهر دايما لما يكون مثلا ايه يحصل دروب في الفريق في ماتش مش عارف ايه، كان بيطلع الضغوطات خالص، كان هو اللي بيشيل الضغوطات وما كانش بيظهر في اي مناسبه. فدي يعني مش بعيد عن كابتن خطيب ومجلس الاداره في كل الاجيال. مجلس الاداره بصراحه يعني عارف انت بتتكلم في نادي من اعظم الانديه في افريقيا، من ناحيه النظام، من ناحيه نظام وسيستم، فالدنيا ماشيه حاجة. كل من واحنا صغيرين يا اسامه لو تفتكر احنا اتربينا على كده يعني. طبعا عاملين حلقه خاصه مميزه النهارده ونحتفل بهذا الجيل، جيل عظيم، جيل سطر اسمه في تاريخ النادي الاهلي. لكن قبل ما نتكلم عن الجيل، كابتن امير عبد الحميد، خدت كام بطوله دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي؟ انا خدت اربعه. اربعه؟ اربعه. خدت 2001 و2005 2006 2008. البطوله الاغلى بالنسبه لامير عبد الحميد. بص انا بالنسبه لي بجد دي امانه، حتى لو خدت دوري البراعم كان بالنسبه لي بطوله قويه، وانت عارف احنا متربيين على البطولات، كل البطولات. مركز تاني بالنسبه لنا صعب جدا انك انت الواحد يبقى في القاموس بتاعنا، المركز التاني ده مش بتاع النادي الاهلي خالص. والواحد الحمد لله شارك في بطولات كتيره جدا مع النادي، لكن بطولات النادي الاهلي تتعمل في التاريخ وتتكتب باسم اللاعب انه شرف ليه ان هو مثل النادي الاهلي في بطوله ايا كانت البطوله، حاجه قويه جدا. فبالنسبه لي يمكن شويه بطوله كام؟ بطوله 2008، لان انا كان في ظروف طبعا. ده البطوله انت شاركت فيها؟ شاركت فيها زي شوبير كده، زي مصطفى اللي هو كمل، وكان حاضر طبعا، مشي في يناير وانا كملت. لو تفتكر فاكر طبعا، كنت انا واحمد عادل عبد المنعم، ما كانش في تأييد لان بنعدي 32 و16 تأييد خلاص بيقفل. فانا كنت وكملت وانا مصاب، ما كانش في حد غير احمد عادل وانا، وكانت بالنسبه لي قويه جدا وكانت صعبه جدا. انت لو تفتكر انت لعبت ماتش، لعبت البطوله كنت موجود طبعا. يعني ماتش انيمبا كانت صعب جدا، بقى لها 10 سنين ما خسرتش على ارضها، وكسبنا الحمد لله. القطن الكاميروني بقى له اكتر من 10 سنين يعني عنده الاستاد هناك، صعب جدا، وكان من الفرق القويه جدا في افريقيا. فانا بالنسبه لي بطوله 2008 كانت قويه لان انا لعبت البطوله كلها، والحمد لله اديت انا وزمايلي والجيل بتاعنا بطوله قويه. يعني انا كنت موجود في 2005 ولعبت 2006 و2008 ولعبت في الثلاث بطولات دول، لكن البطوله الاغلى بالنسبه لي 2020 القضيه ممكن بتاعت مجدي قفشه، بتاعت مجدي قفشه كنت فيها كمشجع وقتها. دي البطوله الاغلى طبعا. كل البطولات ال 12 بطولات تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي، هي اغلى لان طبعا انت بتلعب نادي كبير زي نادي الزمالك، وفي اخر 3 4 دقايق وجول حلو، حاجات كتيره جدا يعني. فطبعا دي كانت بالنسبه لنا قويه جدا يعني.